كل خير متابعين. قبل ما نبدأ صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نحن الآن في ممشى البدراني، ومن أجمل يعني عندنا عدة في كل حي. دحين أصبح في ممشى ما شاء الله، لكن الممشى هذا يختلف غير الممر الصحي. شايفين أخوان هذا الممر، هنا تقسيمة الرجل، شايفينها، الأذن، المعدة، الكلى، الأمعاء، العمود الفقري، القلب، الدماغ، الرئة، الكبد، البنكرياس. أي أحد يعاني من هذه الأشياء، مرضى السكر الله يشفيهم، تعرف شو تسووا؟ ما عليكم إلا تجوا هذا الممشى إجباري. ليش؟ تعرف بس أمشي تعرف. هنا مثلا البنكرياس، خلاص واضحة، هذه الحجار طبيعية 100%. تخيلوا هذه الحجار طبيعية، شايفين؟ خلاص هنا باطن الرجل اللي معاه بنكرياس، هنا يجي يدعس خاص من هنا زي كذا. تعال مصورنا كذا نمشي، والحجار أحجام أحجام، شايفين؟ بس نمشي كذا، شايفين؟ وهنا برضو حجار جنب بعض، اللي عنده بالعمود الفقري من الطرف زي ما شفنا التعليمات، هنا من الطرف عزكم الله، شايفين؟ هذه هي، نبدأ نمشي خلاص بإذن الله. بإذن الله ما نحتاج لا المستشفيات ولا غيره، هذه حجار طبيعية، شايفين؟ أنواع يعني أحجام وكل شيء. طيب يا أخوان، في شغلة دائما كلنا نقولها، وانت تصدق زمان ما في أمراض، صادقين انت ما في أمراض. ليش؟ أجدادنا أيام يعني يمشوا في البر على الأحجار والرمال، ما في أمراض، صحيح كلامنا، بسبب هذا الشيء. دحين الحكومة ما قصرت، الله يجزاها ألف خير، موفرت لنا الممشى هذا الجميل، وبالليل أجمل وأجمل مع الإضاءات والأشجار، يعني الأمور في السليم. خطط البدراني لازم تزوروا هذا الممشى وتشوفوا التعليمات. في شغلة حابة أقولها متابعين اللي في السناب، طبعا قبل 3-4 سنين لما كنت في اندونيسيا، في أحد المولات جالس على الكرسي، في واحد حط شهادة وديش اسمه حق مساج، قلت يلا خليني أريح أشوف المساج حقه. ما في مساج على كف الرجل، أكرمكم الله، تعرف كيف؟ والله قاعد يشتغل على رجلي، اشوف عيني تتحرك شويه، اذني ايش، والله استغربت. طبعا طبيعه الانسان العروق كلها زي ما شفتوا، المعده، البنكرياس، كله باطن الرجل، فهو كان قاعد يشتغل باطن الرجل. فحاليا من غير ما تسافروا، من غير ما تروحوا تيجوا مسافات، هنا امورك كلها بالمشي ان شاء الله، تخلص المشي بالممشى الجميل طبعا، تجوا هنا زي ما انتم شايفين، اقعدوا امشوا. وفي التعليمات نهاية اللي يمشي لازم يريح من 5 إلى 10 دقائق مكتوب. اعداد التعليمات ما يعني ما قالوا الا مختصين عارفين ايش الموضوع. ففي حاب اقدم شكر لامير المدينة المحبوب فيصل بن سلمان، الله يجزاه الف خير، ونايبه كل القائمين من هيئة تطوير المدينة على هذا الجمال. يا أخوان دحين ما شاء الله في كل حي، ما لكم عذر، إن شاء الله اللي يستمر على هذه الأمور والمشي ما نحتاج إن شاء الله مستشفيات يا رب. شايف مصورنا بالله، صور هذا الممشى، ودحين نصور كمان بإذن الله هذا الممشى بالكامل. شوفوا اليوم يعني بعد صلاة الفجر كيف الجمال، هذه الإضاءات، تراني ممشى مرة تستمتع انت واطفالك، يعني استمتاع استمتاع. بالليل لا يفوتكم عشان تمرين بالدائرة تشوفوا الجمال هذا كيف، ما شاء الله تبارك الله. والله حبيت افيد الجميع، نساء، اطفال، كبار. ليش الاطفال؟ دائما ناخذهم عند المنتزه البيض البري، يا ولد تعال لا يدخل شيء في رجلك، امشي امشي، تعال البس تكرم، لا يعني نخاف على ابنائنا. هنا خلاص امورك في السليم، من التعليمات يا تكون حافي القدمين او
لابس شراب وتمشي عادي كلها. اهم شيء انك تمشي على الحجاره الطبيعيه. شايفين كيف؟ يعني ما شاء الله تبارك الله. اللي بيجي طبعا ممشى البدراني، ما شاء الله هنا مطاعم وكوفيهات بالليل وجلسات زي ما انتم شايفين، ما شاء الله زي ما انتم شايفين العم هنا يعني رجال كبار بالسن تشوفهم يمشوا، وايش عذرك انت ما تجي؟ فالكل الكل يعني ضروري يجي الممشى، جدا جميل ما شاء الله مهيئ. زمان فين تمشي فين تروح؟ لا 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 ما شاء الله تبارك الله، والاجواء كل ما لا تتحسن. هي ما شاء الله تركي تركي. كيف حلو الممشى ولا تبغى السكوتر؟ طبعا تركي ما شاء الله يدور السكوتر، مو تقول لي رياضة. شايفين هنا ما شاء الله محلات عصيرات، اللي حاب يعني يكون في حر ويبي يبرد زي ما انت شايفين. ويا سلام ما شاء الله ترى هذه اضاءاتها، كل ما اتكلم اقول اضاءات عشان يعني شغلة. ها؟ كل يوم نصف ساعة. إيه. واللي عنده والدينه الله يحفظهم يجيبهم تغيير جو. شايفين هنا الممرات؟ ايوه مرة مرة ما في، جيبهم هنا بالعربية خليهم بعدين وقف. المصلى عنده. إيه المصلى هنا قريب. يعني ما شاء الله تبارك الله فعلا. شايفين؟ يعني تسعد والدينك، معاك امك تجيبها، معاك ابوك، الاثنين تجيبهم تمشي مثلا بالعربية، خليهم شوية شوية يمشوا. يعني بصراحة حاجة بالنسبة للمشي تغيير المزاج. يا سلام من جد تغيير المزاج. و والله لو بكتب بالفوائد، لا فوائد عديدة خلاص يعني ما شاء الله، وفي والناس يعني عارفين. بس عاد ما شاء الله تبارك الله نسبة الوعي في المشي والرياضة أصبحت كبيرة اليوم. يعني ما شاء الله تبارك الله والدولة مشكورة في هالجانب. اليوم وفرت أكثر من 10 في كل حي، في ممشى كل حي ما شاء الله. لو كلنا اتبعنا وهذا يعني المشي والرياضة والله لا تخف المراجعات في المستشفيات. يا سلام فعلا والله لو الله عز وجل بفوائد المشي اللي هي طبعا بنشوف يعني هي ثقافة الآن أصبح في وعي كبير ما شاء الله. والله فعلا ما شاء الله في الصالات وفي الأماكن. إيه ما شاء الله اللي يروح جيم اللي ما عندك. في أحيان في ناس ما عندهم وقت، عندك الممشى 24 ساعة. افضل مشي طبعا فتره بعد صلاه الفجر، وهذا زي ما انتم شايفين دحين انا بعد صلاه الفجر طبعا بنمشي والامور ما شاء الله تبارك الله طيبه. صلي الفجر وتعال، ما تدري الناس ظروف يمكن عندهم دوامات، تعال المغرب العصر المره اموركم طيبه والاجواء تتحسن. شايفين هذا الممشى بالكامل، وهنا الدائري خاص ما عشان ايه هذا الدائري. طبعا اهل المدينه عارفين الممشى، بس ما شاء الله اغلب وخاصه اهل المدينه زي ما تفضلت الشيخ حسين. إيه؟ عارفين اهل المدينه إيه؟ ايش يعني بذل من مجهود علشان يكون ممشى ما شاء الله تبارك الله بهالجمال. يا سلام هم صحيح. يعرفوا كثير اهل المدينه والبدراني خاصه قد ايش طبعا تم الشغل على هالمشروع الجميل. الجميل فين هو؟ فمشكور امير المدينه الامير فيصل بن سلمان ونائبه. اي أيوة والله. الامير سعود بن خالد الفيصل. اي أيوة والله قائمين حقيقه في تطوير المدينه الاخوان جميعا كلهم فعلا هي تطوير المدينه والزروعات هذه ما ادري من البلديه، يعني الكل شغال عشان يسعدوكم وتكون صحتكم صحه جيده وسليمه باذن الله. شايفين؟ دام وصلت اخر المقطع اكيد عجبكم المقطع، وان شاء الله المزيد والمزيد من المقاطع الجميله عن مدينه الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. لا تنسونا من زر الاشتراك واللايك، خلاص ما بقي شيء على 100 ألف، خلينا نحتفل سوا إن شاء الله.
وكل أسبوع مقطع جديد بإذن الله. يعطيكم ألف عافية، مع السلامة.